دجله بهدفين مقابل لا شيء، فوز غالي، 3 نقاط غاليه لفريق وادي دجله. مع الان الكابتن حماده صدقي المدير الفني في وادي دجله، الف الف مبروك، فوز غالي و3 نقاط مهمه. الله يبارك فيك. الحمد لله، فاضل من عند ربنا. بشكر لعيبه النهارده، ادوا اداء كويس جدا، اداء راقي، نفذوا بشكل كويس قوي، و3 نقط غاليين طبعا. في بدايه الدوري بتحاول تجمع وبتيجي مع الاتحاد طبعا في ملعبه، اكيد الماتش انا كنت عارف ماتش صعب جدا، فقلت لازم نلتزم في الملعب، لازم نشتغل كويس، فبشكر اللعيبه ادوا بشكل كويس جدا يعني. كابتن، الواضح يعني كان البعض يتخيل انك بتلعب مدافع، ولكن بالفعل لعبت على المرتده بشكل يعني متقن ونجحت ان انت تجيب هدفين. والله بص اقول لك على حاجه، انا بلاقي كتير جدا ما بيحللوا لك الفرقه دي بتلعب مدافع مدافع وهجمه، لا هو دي طريقه لعب يعني. ممكن تلاقي فرقه كبيره عالميه بتلعب بتدافع وبتعمل تخلق مساحات اللعب، فالحمد لله اللعبه بتنفذ بشكل كويس. وبعد كده لازم اجي هنا اقفل مفاتيح لعب الاتحاد طبعا، لازم احترم الاتحاد في ملعبه وادي له حقه عشان اقدر اشتغل معاه كويس. فريق الاتحاد فريق كويس، عنده خبرات، وعنده يمكن المهاجم هايل اللي عنده دوت اللي هو الاثيوبي، عنده ناس بتشتغل من تحت كويس جدا، فقدرنا نقفل. ما عشان اعرف اجيب جون لازم اقفل الاول، صح؟ بعد الفوز ده يطمح الكابتن حماده صدقي في المنافسه، يعني يتكرر نفس السيناريو، السيناريو الناجح مع نادي سموحه، ولا يعني في منطقه الوسط؟ مش هقدر اقول منافسه ولا مش منافسه، انا بجتهد مع الفرقه، ويا رب نقدر نطلع خطوه لقدام ونحسن كل ماتش عن ماتش، نحسن الاداء، نحسن النتيجه، فيا رب يبقى لينا مكانه كويسه بالدوري ان شاء الله. الف الف مبروك، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. عوده للاستوديو والكابتن مدحت شلبي، وانتهاء مباراه الاتحاد وادي دجله بتقدم وادي دجله بهدفين مقابل لا شيء.